بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل. لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث ولا إزالة النجس، فلو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناوي للاغتراف صار الماء مستعملا، والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة لا تصح الطهارة به. شكرا. طيب، دقيقة سأتي بالكوب. أستاذ عبدان، خذ هذا واسكب، أنا هذا لا أحبه كثيرا. طيب، بارك الله فيكم. قال: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. سأكتب العبارة في السبورة حتى ندقق فيها. لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. تمام. في رفع حدث أو إزالة نجس، هكذا العبارة صح؟ طيب، جيد. قال: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. نريد أولا، بارك الله فيكم، أن نعرف ما هو الماء المستعمل. الماء المستعمل ما جمع ثلاثة قيود. القيد الأول: ما أزيل به مانع. ما أزيل به مانع. اثنين: وكان قليلا. ثلاثة: وانفصل عن العضو حقيقة أو حكما، أي سواء كان انفصاله انفصالا حقيقيا أو انفصالا حكميا. ما أزيل به مانع وكان قليلا وانفصل عن العضو حقيقة أو حكما. قولنا ما أزيل به مانع هذا أولى من قول بعضهم ما استعمل في فرض طهارة. واضح؟ لماذا؟ لأن الماء الذي تطهر به صبي غير مميز للطواف هذا ماء مستعمل. واضح؟ تعلمون أن الصبي غير المميز يمكن لوليه أن يحج به. واضح؟ فإذا جاء وقت الطواف فإنه يوضئه، لأن الطواف شرطه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. تمام؟ فإذا استعمل أو وضئ الطفل بذلك الماء فإن هذا الماء الذي وضئ به الطفل ماء مستعمل، مع أنه هل أدي به فرض طهارة؟ هل أدي به فرض طهارة؟ لا، الطفل هذا غير مكلف، هذا طفل غير مميز غير مكلف، لم يؤدى به فرض طهارة، ومع ذلك نحكم به أو نحكم على هذا الماء بماذا؟ بالاستعمال. لماذا حكمنا على هذا الماء بالاستعمال؟ لأنه أزيل به مانع، أي باستعماله لهذا الماء زال المانع فجاز له أن يطوف بالبيت، أو صح أن يطوف بالبيت. واضح أو لا؟ إذن الماء الذي تطهر به الصبي غير مميز
هذا ماء إيش حكمه؟ نقول هذا ماء، هذا ماء مستعمل، مع أنه لم تؤدى به طهارة مفروضة. تمام. طيب، الماء الذي اغتسلت به كتابية بعد الحيض لتحل لحليلها المسلم، هل يكون ماء مستعملا أو لا؟ لو نظرت، هل هذا الماء الذي استعملته الكتابية بعد الحيض بالاغتسال، هل أديت به عبادة أو لم تؤدى به عبادة؟ لم تؤدى به عبادة، واضح؟ لم تؤدى به عبادة، وبالتالي لا يوصف، مثلا بكونه أديت به عبادة، ومع ذلك قالوا إن هذا الماء ما مستعمل. لماذا صار ما مستعمل؟ لأنه أزيل به مانع، واضح؟ فحليلها ممنوع من وطئها إلا بعد الاغتسال، فأزيل بهذا الماء مانع فأصبح ماء مستعملا. طيب، الماء الذي تطهر به صاحب السلس، هل يرفع حدثه أو لا؟ لا يرفع حدثه، ومع ذلك هو ماء موصوف بالاستعمال. لماذا وصف بالاستعمال؟ لأنه أزيل به مانع، فهذا قبل أن يتطهر بالماء أي صاحب السلس ممنوع من الصلاة، فلما تطهر زال ذلك المانع. إذن التعبير الأدق أن تقول هو ما أزيل به مانع، هذا أولى من قول بعضهم ما أديت به عبادة أو ما استعمل في فرض طهارة. فهمتم ولا لا؟ طيب، ولذلك هذا التعبير يرحمك الله أولى من تعبير صاحب الزبد في البيت الذي قرأتموه قبل الدرس، وكل ما استعمل في تطهير فرض، واضح؟ هذا أدق من قوله فرض. ويمكن أن تعبر بعبارة أخرى فتقول ما جمع ثلاث قيود، القيد الأول أنه استعمل فيما لا بد منه، فإن هذا في الصورة الأولى لا بد منه لصحة الطواف، وهذا لا بد منه لتحل لحليلها، وهذا لا بد منه لصلاته، واضح؟ إذن يمكن أن تعبر بقولك ما أزيل به مانع، أو أن تعبر بقولك ما استعمل فيما لا بد منه، واضح؟ أولى من تعبير بعضهم هو ما استعمل في عبادة، لأن في عبادة يشمل عبادة الواجبة والمستحبة، أو استعمل في فرض طهارة، واضح؟ لأن في الصورة الأولى ليست فرض طهارة، أو بعضهم قال ما استعمل فيما يأثم بتركه، نقول أيضا هذا لا نحتاج إليه لأن الأول لا يأثم بتركه، واضح أو لا؟ إذن حتى نخرج من الإشكال نأتي بالتعبير الأدق الأسلم، وهو ما أزيل به مانع أو ما استعمل فيما لا بد منه، هذا الأمر الأول أو القيد الأول. القيد الثاني وكان قليلا، لما نقول وكان قليلا أخرج ما لو كان كثيرا، فالماء المستعمل لا يكون كثيرا البتة، لا يوجد ماء مستعمل موصوف بالكثرة، واضح؟ لأن الماء المستعمل، إذا أضيف إلى ماء كثير أصبح طهورا، خلاص، صح أو لا؟ والماء المستعمل إذا أضيف إلى ماء مستعمل آخر فبلغ قلتين أصبح طهورا. لماذا أصبح طهورا؟ لأنه انتفى شرط القلة. ولذلك لو جمعت ماء مستعمل دون قلتين مع ماء مستعمل دون قلتين، تمام، فبلغ المجموع قلتين فأكثر أصبح طهورا، حتى وإن فرق بعد ذلك، واضح أو لا؟ إذن الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ قليلا. قال الشرط الثالث أن ينفصل عن العضو حقيقة أو حكما. حقيقة كأن انفصل عن العضو مثلا فسقط إلى الأرض، تمام، كأن غسلت وجهك بالماء فاستساقط بعض الماء إلى الأرض، هذا انفصال حقيقي. انفصال حكمي كأن جاوز ما يطلب غسله في الوضوء وجوبا أو ندبا. فمثلا لو أنك غسلت يدك بالماء
تمام؟ فهذا الماء إذا تجاوز هذا تجاوز القدر الواجب، وإذا تجاوز هذا تجاوز القدر المستحب. فإذا تجاوز الماء المنكب إلى هنا مثلا مع كونه باق على البدن واضح، لكنه انفصل عن العضو المطلوب غسله في الوضوء إما وجوبا أو ندبا، فهذا هنا يصبح مستعملا. كذلك إذا تجاوز الركبة، لأن الواجب أن تغسل الرجل إلى الكعبين ويستحب أن تبلغ بها إلى الركبتين للتحجين واضح، فإذا تجاوز الركبة أصبح ماء مستعملا لأنه انفصل عن العضو حكما واضح. أما في الحقيقة هو ما زال في الرجل صح، لكن حكما انفصل. كيف معنى انفصل حكما؟ أي أنه تجاوز القدر المطلوب وجوبا أو استحبابا. فهمة؟ إذن كم هذه شروط؟ ثلاثة شروط. وصورنا ما معنى الانفصال الحقيقي وما معنى الانفصال الحكمي. إذا تقرر هذا نريد أن ندقق قليلا في عبارة المصنف. سأمسح هذا فقط. قال المصنف رحمه الله: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس. قوله في رفع حدث أو إزالة نجس يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بقوله لا تصح الطهارة ويكون المعنى لا تصح الطهارة في رفع حدث أو إزالة نجس بالماء المستعمل القليل؟ يعني الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث أو إزالة نجس، واضح ولا؟ أو أن قوله في رفع حدث أو إزالة نجس يتعلق بقوله المستعمل، أي الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس لا تصح الطهارة به. يوجد اختلاف في المعنى أو لا يوجد؟ سأعيد مرة أخرى. يوجد أو لا يوجد؟ سأعيد مرة أخرى. قال: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس. هل المعنى لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل فقول في رفع حدث، فقوله في رفع حدث وإزالة نجس متعلق بالطهارة؟ إذا كان متعلق بالطهارة إيش يكون المعنى؟ لا تصح الطهارة في رفع حدث أو إزالة نجس بالماء المستعمل القليل. يعني الماء المستعمل القليل لا يصح ماذا؟ أن تتطهر به في رفع حدث أو إزالة نجس. سيكون هكذا المعنى: الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث وإزالة نجس. هذا المعنى الأول، هذا إذا جعلناه متعلقا بإيش؟ بالطهارة. أو المعنى: الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس لا تصح الطهارة به. فهمتم ولا لا؟ يختلف المعنى أو لا؟ وينبني على اختلاف المعنى ترتب أحكام. فمثلا على الحكم الأول: الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث وإزالة نجس، يريد الإشكال وهو أن العبارة فيها قصور. لا تصح الطهارة به في رفع حدث وإزالة نجس، لكن تصح الطهارة به في الطهارة المسنونة، صح؟ فيريد إشكال على هذا، على هذا الحمل. طيب لو قلت: الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس لا تصح الطهارة به مطلقا، فلا تصح الطهارة به سواء كانت الطهارة واجبة أو مسنونة، صح ولا؟ هنا يرد الإشكال الأول أو لا يرد؟ هنا لا يرد الإشكال الأول، صح؟ إذن أيهما أولى بالحمل؟ الثاني. لكن الثاني يرد عليه الإشكال هنا، أنه لو عبر بدل هذا فقال: الماء الذي استعمل
فيما لا بد منه لا تصح الطهارة به لانتهى الإشكال أصلا. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ طيب الشراح على أي المعني على أي المعنيين جروا؟ جروا عن المعنى الأول أو عن المعنى الثاني؟ على الأول أو الثاني؟ الشراح كالشيخ بن حجر فيما أظن والله أعلم أنه جرى على هذا المعنى، فقال الماء المستعمل القليل لا تصح الطهارة به في رفع حدث أو إزالة نجس، ولذلك علق العلامة الكردي رحمه الله قال لا تصح الطهارة به في رفع حدث وإزالة نجس ولا في طهارة مسنونة، كأنه يستدرك هنا، واضح كأنه يستدرك هنا، هذا يشعر أنه فهم أن الشيخ بن حجر جرى على هذا الاحتمال الأول. فهمتم؟ والمطلوب أن طالب العلم يدقق في مثل هذا، لا أنه يمر على العبارات مرور الكرام، ده إذا كنا في دورة ممكن نمر على العبارات مرور الكرام، لكن مثل هذا يحتاج أن تقف وتتأمل جيدا. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا واضح الفرق. طيب إذا تقرر هذا فقط هذا لفت انتباه، لأنني لم أجد والله أعلم من الشراح من تعرض لهذا، واضح، من تعرض إلى الفرق بين الحملين، هل هذا هل قوله في رفع حدث وإزالة النجاس هل هذا يتعلق بقوله لا تصح الطهارة تمام، أو يتعلق بقوله الماء المستعمل القليل، بمعنى هل المراد أن الماء الذي استعمل في رفع حدث وإزالة النجاس لا تصح الطهارة به، أو المعنى أن الطهارة تمام الذي أو المعنى الثاني، إيش قلنا المعنى الثاني؟ ها في رفع حدث متعلق بالطهارة، واضح؟ أيوه. إذن هذا لابد أن تنتبه له، ممكن تكتب هذا الاحتمالين حتى لأني سأمسحهما، أو تصور أو تصور الشاشة. خلاص؟ تأتي مسألة إذا تقرر هذا، هذا ما يتعلق بتوضيح العبارة بارك الله فيكم، تأتي مسألة وهي لو قيل لك لماذا قلتم يا معشر الشافعية، لماذا قلتم إن الماء المستعمل مسلوب الطهورية طاهر غير مطهر، ما دليلكم أو تعليلكم على ذلك؟ الجواب عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فلأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يسافرون وكان أسفارهم يحملون الماء القليل لم يعرف عنهم أنهم كانوا يأخذون الماء الذي استعمل في الطهارة ليتوضأ به الثاني والثالث والرابع، واضح؟ بل كانوا يعدلون إلى التيمم، ولو كان هذا الماء الذي استعمله الأول في الطهارة طهورا لما جاز التيمم، إذ كيف يجوز التيمم مع وجود الماء؟ واضح؟ هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني أو التعليل نقول ولأن هذا الماء المستعمل انتقل المنع إليه، فهو أزال المنع من الصلاة وهو الحدث، فلما أزال المنع من الصلاة وهو الحدث انتقل المنع إليه، فلا يصح أن يزيل مانعا آخر، واضح أو لا؟ وهذا معنى قولنا هنا ما أزيل به المانع. فهمتم؟ إذن مستند الشافعية رحمهم الله دليل وتعليل، وهما ما سمعتم. إذا تقرر هذا فنعود إلى عبارة الكتاب، فقال في الكتاب لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث ولا إزالة النجس. فقوله ف هذا تفريع، واضح؟ قرر أصل المسألة، وبعد أن قرر أصل المسألة أراد أن يفرع عليها فقال فلو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف صار الماء مستعملا. إذن لو كتبنا هكذا
شروط صيرورة ماء الإناء مستعملا بعد الاغتراف. نفترض يمكن أتي بإناء من هنا، يوجد إناء جيد، هذا الإناء نفترض على سبيل المثال أنني أتوضأ من هذا الإناء، الماء هنا، فأنا لو بدأت بارك الله فيكم وغسلت الكفين فالماء لا يصير مستعملا لأن هذا لا يزال به المانع، أو بالتعبير الذي فيه تسامح ليس فرض طهارة. واضح أو لا؟ طيب الآن تعرفون ما معنى تسامح، تساهل، خلاص. طيب ولو أنني أخذت فتمضمضت واستنشقت ما زال الماء طهورا، ولو أنني أخذت فغسلت الوجه ما زال الماء طهورا. واضح؟ الآن بعد غسل الوجه يأتي ماذا؟ يأتي غسل اليد. فلو أدخلت يدي تمام ولم أنوي الاغتراف عند إدخالها، وكان هذا الماء دون قلتين تمام، وانفصل الماء، واضح، أصبح الماء الباقي هذا ماء مستعمل. ما معنى أصبح الماء الباقي ماء مستعمل؟ أي هذا الماء الباقي ماء مستعمل بالنسبة لغير اليد، بالنسبة لغير اليد، واضح. طيب بالنسبة لليد يمكن أن أطهرها بهذا الماء الذي فيها، ويمكن أيضا أن أدخلها هنا وأحركها حتى يحصل التثليث، لأنه بالنسبة لهذه اليد ليس مستعملا، أما لغيرها فهو مستعمل. وهذا مبني على أن اليد مع اليد الأخرى عضوان، ولو جعلنا اليد مع اليد عضو واحد كما اعتمده أو كما أفتى به الرملي لقلنا أيضا لك أن تطهر اليد الأخرى. فهمتم بارك الله فيكم؟ واضح. إذا تقرر هذا، إذا متى يصير الماء مستعملا؟ نقول يصير واحد بعد غسل الوجه تمام. قال هنا في المتن فلو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل، الشرط الثاني وكان الماء قليلا، قال بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف، الشرط الثالث عدم نية الاغتراف. تفهم من هذا الكلام أنه لو أدخل يده قبل غسل وجهه هذا ليس مستعملا بل هو ما زال طهورا، صح؟ لماذا؟ لعدم تحقق الشرط الأول. وتفهم أن هذا الماء لو كان كثيرا أي قلتين فأكثر فإنه لا يكون مستعملا، لأن الماء المستعمل لا يكون كثيرا، إذا كان كثيرا طهور هذا، واضح؟ وتفهم من قوله عدم نيته الاغتراف أنه لو أدخل يده وكان عند إدخالها ناويا الاغتراف، واضح، فإن هذا الماء الباقي لا يصبح مستعملا، واضح، وله أن يطهر به بقية أعضائه. فهمتم أو لا؟ إذن كم شروط حتى يصير الماء الذي في الإناء ماء مستعملا؟ قال لك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون إدخال اليد بعد غسل الوجه، والشرط الثاني أن يكون الماء قليلا، والشرط الثالث ألا ينوي الاغتراف. جميل. طيب الآن إذا تقرر أصل المسألة نريد أن نفرع عليها قليلا. قال لك بعد غسل الوجه، يأتي السؤال بعد غسل الوجه مرة أو بعد غسل الوجه ثلاثا متى يصير مستعملا؟ فالآن أنا أدخلت يدي تمام وغسلت الوجه، أدخلت يدي مرة بعد غسل الوجه مرة واحدة تمام. الآن هل إذا أخرجت يدي صار مستعملا أو لا؟ نقول إذا كنت ناويا التثليث أي تثليث غسل الوجه فلا يصير مستعملا إلا بعد أن تنتهي من تثليث غسل الوجه. فإذا أدخلت يدك
ناويا ناويا عفوا، فإذا أدخلت يدك غير ناوي الاغتراف بعد أن غسلته ثلاثا هنا يصير مستعملا. هذا متى؟ هذا إذا كنت تقصد ماذا؟ أن تغسل وجهك كم؟ ثلاثا. طيب وإذا كنت تقصد أن تغسل وجهك مرة واحدة فغسلته مرة واحدة ثم أدخلت يدك وأخرجتها صار مستعملا، لأنك هنا نويت الاقتصار على الواحدة. طيب وإذا هذا احتمالين، هذان احتمالان. الاحتمال الثالث، وإذا لم تنوي شيئا، لم تنوي التثليث أي لغسل الوجه ولم تنوي الاقتصار على واحدة، واضح؟ فغسلت وجهك واحدة ثم أدخلت يدك ولم تكن ناويا للتثليث أو لم تكن ناويا الاقتصار الواحدة، لا يصير مستعملا حملا على التثليث، حملا على التثليث، واضح؟ لا يصير مستعملا. إذن يصير مستعملا في حالة ولا يصير في حالتين. إذا قصدت التثليث لا يصير مستعملا إلا بعد الثلاث، تمام؟ إذا نويت الاقتصار على واحدة صار مستعملا بعد تلك الواحدة. إذا لم ينوي شيئا كذلك لا يصير مستعملا إلا فيما بعد، واضح؟ إلا فيما بعد. كم صارت الحالات؟ صارت ثلاث حالات. طيب هذا يدخل في قوله هنا، فلو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه، نقول بعد غسل وجهه ثلاثا إن أراد التثليث أو أطلق، إن أراد التثليث أو أطلق، وبعد غسل وجهه مرة إن أراد الاقتصار على واحدة، فهمتم؟ بعد غسل وجهه ثلاثا، أدخل يده بعد غسل وجهه ثلاثا إن أراد الثلاث أو أطلق، وبعد غسل وجهه مرة واحدة إن أراد الاقتصار عليها. قال غير ناول الاغتراف. انتبه معي، لو أنه غسل وجهه ثلاثا ثم رأى مثلا عودا في هذا الماء فأدخل يده بعد أن غسل وجهه ثلاثا لإخراج العود، تمام؟ أو غسل وجهه ثلاثا وشعر بالعطش فأراد أن يغترف ويشرب، واضح؟ هل يكون حينئذ الماء مستعملا أو لا؟ لا يكون مستعملا، لا يكون مستعملا، واضح؟ طيب متى يكون مستعملا؟ نقول يكون مستعملا إذا أدخل يده قاصدا غسلها أو أطلق، إذا أدخل يده قاصدا غسلها أو أطلق. أما لو نوى الاغتراف، أي نوى، ما معنى الاغتراف؟ أن يستشعر أنه يريد أخذ الماء ليغسل اليد خارجه، فلو نوى الاغتراف أو كان قاصدا إخراج شيء أو كان قاصدا الشرب فإن الماء يبقى طهورا. إذن الإشكال أين يأتي؟ الإشكال يأتي فيما لو لم يقصد الاغتراف نحوه، بأن قصد غسل يده هذه الصورة الأولى أو أطلق، هنا في هاتين الحالتين سيصبح الباقي مستعملا. أما لو قصد الاغتراف واحد أو قصد نحو الاغتراف كشرب مثلا أو إخراج شيء، واضح؟ فإن هذا الماء يبقى طهورا. واليوم كما يقول علامة الكردي رحمه الله، مرحبا سيد سلطان، اليوم بارك الله فيكم، الإنسان إذا كان يتوضأ بهذه الصفة، مرحبا تفضل، يمكن هنا، اليوم إذا الإنسان يتوضأ، غالب الناس اليوم إذا كان يتوضأ من إناء نحو هذا فإنه يدخل يده لا يقصد أن يغسل اليد، وإنما يقصد أخذ الماء ليغسل اليد خارج الإناء. هذا بعينه كما يقول علامة الكردي هي نية الاغتراف، هذه بعينها نية الاغتراف، واضح؟ ما يفعله اليوم كثير من الناس حتى من العامة أنهم يدخلون أيديهم قاصدين أخذ الماء ليغسلوا أيديهم خارج الإناء، هذا بعينه نية الاغتراف، واضح أو لا؟ فلا يحتاج الأمر إلى كبير مشقة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن جماعة من فقهاء الشافعية لم يشترطوا نية الاغتراف حتى يبقى الماء طهورا، من مثل القفال والبغوي ونحوهم لم يشترطوا، وقالوا إنها إن الإمام الشافعي لم ينص عليها. وفعلا
الإمام الشافعي لم ينص عليها، وإنما تفهم من فحوى كلامه، واضح؟ وبالتالي قالوا لا تشترط نية الاغتراف. ومنهم من فرق بين العام فلم يشترطها في حقه والعالم فاشترطها في حقه، واضح أو لا؟ هذا ما يتعلق بالنية الاغتراف. هذا الكلام كله بارك الله فيكم، هذا الكلام كله في ماذا؟ هذا الكلام كله في المتوضئ، والجنب نحوه. فإذا الجنب بعد نيته رفع الجنابة غمس يده، غمس يده، فإن هذا الماء أصبح مستعملا إذا فصل يده منها، إذا انفصل الماء عما في الإناء أصبح هذا الماء مستعملا. لكن هل معنى كونه مستعملا أنه ليس له أن يغسل به بقية بدنه؟ لا، فإن هذا الماء يصبح مستعملا بالنسبة لغيره، أما بالنسبة له هو فله أن يغسل بقية بدنه، لأن بدن الجنوبي كعضو واحد، فهو أدخل مثلا يده آخذا الماء ولم ينوي الاغتراف، نقول إن هذا الماء أصبح ماء مستعملا أي بالنسبة لغيرك، أما بالنسبة لك فلك أن تغسل بقية بدنك. لماذا؟ لأن هذا الماء بالنسبة لك ما زال طهورا، واضح؟ لأن بدن الجنوب إيش؟ كعضو واحد. نعم. قال هنا فلو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول الاغتراف صار الماء مستعملا. وقد علمت ما في هذا الكلام من ضوابط، فلا بد أن يكون بعد، حتى يصير مستعملا، أن يكون إدخال اليد بعد غسل الوجه، ولا بد أن يكون الماء دون قلتين، ولا بد أنه لم ينوي الاغتراف، واضح؟ طيب كم قيود هذه؟ ثلاثة. طيب إذا تقرر هذا قال والمستعمل، تقدير الكلام، والماء المستعمل في مسنون، الماء المستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. لماذا؟ لماذا الماء الذي استعمل في الغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به؟ لماذا؟ لأنه لم يزل به المانع، لم يتحقق الشرط الأول، وهذا هو الجديد المعتمد. لأن القول القديم يقول إن الماء الذي استعمل في نفل الطهارة أيضا يكون مسلوب الطهورية، ولذلك عبر في المنهاج بقوله والماء المستعمل في فرض طهارة قال وقيل ونفلها غير طهور، وقيل ونفلها، هذه عبارة المنهاج، واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بالماء المستعمل، في تفاصيل أخرى يعني، لكن نكتفي بهذا. طبعا هنا لما قال فلو أدخل المتوضئ يده سواء اليد اليمنى أو اليسرى، لأن الترتيب بينهما غير مشترك، واضح؟ والمراد بيده أي ولو جزءا منها، فلا يشترط حتى يعني نحكم بالاستعمال أن يغمس جميع اليد، بل ولو جزء من اليد، تمام؟ نعم. نكتفي بهذا فيما يتعلق بالماء المستعمل، ندخل في الذي بعده، نأخذ قليلا من الذي بعده أو خلاص نقف، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.